بسم الله الرحمن الرحيم. التمرين هذا تمرين ببناء من جهة وتصويب من جهة أخرى. بناء يكون بالوان تاتش، وعند التصويب يصير تبادل مراكز اللاعبين الأربعة عشان ندور اللاعبين على المراكز عشان الكل تعمل من كل المراكز إن شاء الله إذا استطعنا أن نعرض الفعالية. والفعالية بسيطة لكن بساطتها تكمن في ما يعرف بتنظيم، يعني احنا ناخذها كفعالية بسيطة نسميها بسيطة، نبحث عن ما يروي ضمانه وهو التمرين المتحرك، نشوف شلون الفعالية تنفذ. تبادل بالوان تاتش تهيئة أمام الهدف، تصويب على المرمى تبديل مراكز، يلفون على المراكز الأربعة، لاحظ مناولة كرات جاهزة داخل المربع، بالوان تاتش انتهى التمرين. سوي عدد معين من التكرارات، احنا نزيد السرعة لأن ما بحاجة بعد لشرح التمرين، ثواني تكفي لإعطاء فعالية تدريبية بعد الإحماء وهي التصويب على المرمى بطريقة البناء من جهة والتصويب من جهة. هاي طريقة البناء من جهة والتصويب من جهة حسب الطلب، يعني جاني طلب فنزيد السرعة بعد من أجل أن نحصل على وقت ثمين لوضع فعاليات أخرى. أنا أحاول أصل إلى 15,000 فعالية تدريبية وظيفية، 15,000 حتى حصل على جينيس للأرقام القياسية. هذا تقريبا النتاج الأخير، ونترك النتاج للطاقات الشابة القادمة اللي تحتل مكان جيلنا إحنا الرواد. فأنا أدعم الجيل القادم وأقول إنهم جيدين ومدربين كفؤين، يجب أن يدعمون من اتحاد الكرة دعم كامل. وهناك عدة طرق لرفع مستوى المدرب الوطني، على الاتحادات أن تفكر في هذه الطرق، طرق مهمة. ومن المهم العمل بمشروع ما يسمى المدرب الوطني، هذا مهم جدا جدا جدا، إلى قوانين وإلى أسس وإلى ما يعرف دعمه من قبل الاتحادات القارية والفيفا، ويعطي احترام كامل من المؤسسات الخارجية المهتمة بكرة القدم رسمية وغير رسمية للاتحاد الذي يعمل على ما يعرف بمنهاج التعليمي للمدربين الوطنيين. مشروع هذا مهم يجب أن تعمل به كل الاتحادات الوطنية في العالم العربي إن شاء الله، فيكون هناك مشروع جيد بدل اللغو وبدل هذا جيد وذلك غير جيد، والمدرب الوطني أحسن من الأجنبي والأجنبي ما فيه مدرب وطني وأجنبي يعطي صفة الأحسن. الأحسن مدرب، ما لك دخل بالجنسية، المدرب هو مدرب سواء كان عربي أو أجنبي أو آسيوي، مدرب أما جيد أو غير جيد بس كلمتين، بغض النظر عن الجنسية، بغض النظر عن اللون، بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن الطائفة، ما في مدرب أما جيد أو غير جيد فقط. فهذه التمارين لا تنسوها، تمارين مهمة جدا، بها بناء من جهة والتصويب من جهة أخرى. يمكن أن نتعدل، يمكن أن نطور، لكن هذا 15 في 15، هذا 15 في 15 عشان نحصل على ركض جيد هنا، وهنا عندنا ركض، وهنا عندنا ركض وتصويب، وهنا عندنا تبادل مراكز، وعندنا كرات ثابتة هنا عشان هنا الكرات ثابتة، خمس كرات هنا، خمس كرات عشان خمس مرات متتالية ونوقف الفعالية، وهكذا التنظيم يعود إلى المدرب. أنا موفق المولى، أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، دائما الدعاء بالخير لكل البشرية، لكل مخلوق على الكرة الأرضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.